السادسة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. في تشيع مهيب من خراسان إلى مشهد مرورا بطهران، حشود مليونية ضخمة ومشاركة دولية وعربية وإسلامية واسعة في وداع الرئيس الإيراني وزير الخارجية. وعلى هامش التشيع اجتماع لفصائل المقاومة في المنطقة بحضور قائدي حرس الثورة وقوة القدس، وتأكيد لاستمرار الجهاد حتى النصر. كتائب القسام تؤكد أسر قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة في 7 أكتوبر الذي أعلنت سلطات الاحتلال مقتله قبل 5 أشهر. اندلاع حرائق كبيرة في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان عددا من مقر قيادة الاحتلال بالصواريخ الثقيلة. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف أهداف في ميناء حيفا والجولان المحتل ردا على المجازر الإسرائيلية. قائد حركة أنصار الله يعلن تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية في المتوسط ويؤكد التنسيق مع المقاومة العراقية. أهلا بكم. ووري الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي في مسقط رأسه مشهد في وداع شعبي مليوني في اليوم الأخير من مراسم التشيع. حضر آلاف الإيرانيين لتوديع رئيسهم الراحل حتى مثواه الأخير، وغصت الشوارع المدينة بالجموع الضخمة للمشيعين الذين رافقوا الجثمان وصولا إلى داخل حرم الإمام الرضا حيث ووري الثرى. وكان جثمان الرئيس الشهيد قد وصل إلى مشهد بعدما أقيمت له مراسم تشييع في المحطة الأخيرة مدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية بمشاركة حشود ضخمة، وذلك على وقع الهتافات التي رافقت موكب تشييع جثمان الشهيد ومرافقيه. وبالتزامن شاركت حشود ضخمة في مراسم تشييع الشهيد الوزير حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة طهران، حيث ووري في الثرى في مرقد عبد العظيم الحسني جنوب طهران. تكبير جلالي ما در كنار پیکر شهدا این شعار است حسین حسین شعار ما شهاد همه با هم صدا بزنیم یا حسین هم صدا با حلق اسماعیل هم رزم خلیل پرکشیدی بیقرار از خاک و گشتی رستگار شهید والا مقام ای امیر مهربان با دوست محکم با عدو ای امیر مهربان با دوست محکم با عدو عزت و ایمان و غیرت مانده از تو یادگار اینک اینجا این حرم شد مدفن جسم شما در کنار حضرت عبدالعظیم این دیار قاری قرآن بخوان. وفي تبريز بمحافظة أذربيجان شاركت حشود شعبية غفيرة في مراسم تشييع ممثل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في المحافظة الشهيد السيد محمد علي آل هاشم في مدينة تبريز،
مراسم التشييع انطلقت من ساحة الشهادة إلى ساحة ساعة تبريز بمشاركة شعبية حاشدة، حيث من المقرر أن يجري دفن جثمان الشهيد في المدينة. وعقد اجتماع ضم جمعا من فصائل المقاومة على هامش مراسم تشييع الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه. كذلك التقى القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقر قيادات الفصائل الفلسطينية، وأكد أن إيران ستواصل كل مسعيها للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروعة ضد إسرائيل حتى إنهاء العدوان. جراسا بيطار. حتى في مصابها الأليم لم تنسى طهران غزة. على ضفاف كل هذا الحب والاحتضان الشعبي للرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء، في الوداع الأخير حضرت فلسطين. هو حضور قيادي بامتياز، إذ ضم بحسب مراسل الميادين قيادتي حرس الثورة وقوة القدس وممثلين عن فصائل المقاومة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهات الإسناد حزب الله وحركة أنصار الله في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق. وقد جرى تأكيد استمرار الجهاد حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة في غزة بمشاركة جميع فصائل المقاومة في المنطقة. وهذا يصب في الإطار عينه لكلام وزير الخارجية بالوكالة علي باقر كني بعد اجتماعه بقيادات فصائل المقاومة: إيران ستواصل كل مساعيها للدفاع عن الشعب الفلسطيني، فالمقاومة ليست شعاراً أو تكتيكاً، بل هي مبدأ قائم على ضرورات واقعية. غزة حضرت بقوة تماماً كصورة إيران الماهرة في حياكة خيوط الدبلوماسية. وها هي وكالة بلومبرغ الأمريكية تتحدث عن قائمة كبار الشخصيات الأجنبية في الجنازة، التي هي برأيها شهادة على مدى نجاح الجهود التي بذلتها إيران لتخفيف العقوبات الأمريكية وإصلاح العلاقات مع جيرانها. الوكالة لاحظت الحضور التونسي مثلاً كأول زيارة لرئيس تونسي لإيران منذ الثورة الإسلامية، والظهور النادر لوزيري خارجية الأردن ومصر. في الواقع أكثر من 68 وفداً أجنبياً رفيع المستوى من قادة الدول والشخصيات شاركوا في المراسم، حضور بارز لقطر والسعودية والإمارات والعراق وباكستان والسودان وسوريا ومصر ولبنان. حزب الله كان حاضراً وحركة حماس كذلك. 3 أيام لمراسم الجنازة والوداع كانت كفيلة بإيصال رسالة واضحة إلى العالم الغربي تحديداً: إيران ليست معزولة بالرغم من العقوبات والحصار والتجني. فماذا بعد مشهد التشييع الصادم للأصدقاء قبل الخصوم؟ ربما الأكيد يكمن فيما قاله وزير الخارجية بالوكالة من أن سياسة التوجه إلى الجوار مبدأ أساسي في استراتيجية إيران، وهي ستستمر فيه. غراسيا بيتار، الميادين. وتنضم إلينا من مشهد مراسلة الميادين بسان طراف، وكذلك من طهران مراسل الميادين سياوش فلاحبور. وأبدأ معك بيسان، انتهت مراسم التشييع ويبدو بأن الشوارع باتت خالية خلفك بعدما اكتظت اليوم بملايين المشيعين الذين شاركوا في مواراة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي الثرى. كيف تبدو صورة المشهد الآن في هذه الساعات تحديدا؟ نعم أحمد، يعني بالفعل انتهت مراسم تشييع جثمان الشهيد إبراهيم رئيسي من هنا من هذا الشارع. كانت مراسم التشييع ووصل جثمان الشهيد منذ قليل إلى حرم الإمام الرضا، وتحديدا إلى أحد أروقة حرم الإمام الرضا، حيث سيوارى في الثرى بعد أن يوارى في الثرى، وتحديدا عند الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي. سيكون هناك فعاليات تأبينية ومجالس عزاء عن أرواح الشهداء. طبعا أحمد، يعني اليوم
يمكن أن نقول هو يوم الوداع الأخير، المحطة الأخيرة لإبراهيم رئيسي، كانت البداية صباحا في مدينة بيرجاند، حيث شيع أكثر من 1,000,000 شخص جثمان الشهيد إبراهيم رئيسي. هذه المدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 200,000 نسمة، أي أن الذين شيعوا إبراهيم رئيسي أتوا أيضا من المحافظات الحدودية. إبراهيم رئيسي كان آخر مرة زار فيها مدينة بيرجاند منذ حوالي 88 يوما. المحطة الثانية والأخيرة كانت هنا في مسقط رأس إبراهيم رئيسي، مدينة مشهد المقدسة. طبعا أيضا الزيارة الأخيرة لإبراهيم رئيسي كانت منذ حوالي 7 أيام، أتى إلى هنا ودخل إلى حرم الإمام الرضا، حيث كان هناك مؤتمر يعنى بفلسطين. اليوم طبعا أهالي مشهد وأهالي المشيعون أتوا من كل المحافظات الإيرانية وأيضا أتوا من خارج إيران. أنا رأيت وتحدثت مع مشيعين أتوا من العراق، من سوريا، من لبنان، وأيضا من البحرين، وهناك أيضا مشيعين من اليمن يعيشون هنا في إيران، أتوا اليوم جميعا ليقولوا شكرا للرئيس إبراهيم رئيسي. نعم نعم، شكرا جزيلا لك بيسان على هذا الإيجاز ومعظم المعلومات حول المشهد، في مشهد ما بعد دفن الرئيس إبراهيم رئيسي. وسنبقى على متابعة معك في نشرات لاحقة لمزيد من التفاصيل. وأذهب إليك سياوش فلاحبور، يعني بكل تأكيد إيران استغلت هذه الفرصة، فرصة قدوم الوفود بمختلف أطيافها وتوجهاتها للمشاركة في تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي، ومن ضمنهم كان فصائل المقاومة سواء بمجمل توجهاتها الإقليمية أو فصائل المقاومة الفلسطينية. ماذا في دلالات الاجتماعات، وهل تمخض شيء عن الاجتماعات التي عقدت مع فصائل المقاومة؟ نعم، بالفعل الآن يمكن القول أن إيران تمكنت فعلا من تحويل هذه المأساة، هذه الحادثة الصعبة للغاية بالنسبة للمجتمع الإيراني، إلى فرصة كبيرة، إلى مناورة كبيرة في سياسة إيران الخارجية، إلى نقطة انطلاق كبيرة لإرسال رسائل مهمة جدا للجهات الداخلية وللجهات المعنية خارجيا على الصعيد الإقليمي وكذلك الدولي للحلفاء وكذلك بالنسبة للأعداء. هذه اللقاءات التي جرت صباح اليوم ما بين قيادات حرس الثورة بالتحديد قائد حرس الثوري اللواء حسين سلامي وإلى جانبه العميد قائني وهو قائد قوة القدس مع القيادات في الفصائل المقاومة المسلحة في المنطقة، نتحدث عن حركة حماس وحركة الجهاد وجبهة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك ممثلين عن المقاومة العراقية، المقاومة اليمنية، المقاومة اللبنانية. هذه اللقاءات التي أيضا جمعت القائم بأعمال وزارة الخارجية الحالي الآن علي باقري كاني مع هذه القيادات الإقليمية لمحور المقاومة، هذا الأمر يدل على أن سياسة إيران ستبقى مستمرة متواصلة، وإيران ستبقى في نفس النهج وفي نفس الإطار لدعم محور المقاومة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا الأمر كان واضحا منذ البداية، منذ اللحظات الأولى التي بات من الواضح فيها أنه هناك خطورة في الأخبار المتعلقة باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. إيران كانت تصر على إرسال رسائل اطمئنان إلى الداخل والخارج بأن سياستها لن تتغير، بأن هذه الحادثة لن تؤثر على عملية إدارة البلاد سياسيا وداخليا وحتى عسكريا، وبالتالي يمكن القول أن هذه الرسائل موجهة بشكل محدد إلى الجهات الأجنبية التي كانت تراهن على أن يكون هناك تغييرا ما، ربما تراجعا ما في سياسات إيران الخارجية في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها إيران والمؤسسات الإيرانية للحكم. واضح أنه لن يكون أي تراجع، أي تغيير في مسار سياسات إيران تجاه دعمها للقضية الفلسطينية. نتحدث عن ربما أن المواقف الإيرانية ستصبح أكثر شدة وحزما خلال الفترة المقبلة تجاه الولايات المتحدة وتجاه إسرائيل، خاصة وأن هذه الحادثة وحدت الساحة الإيرانية الداخلية، نتحدث عن التيارات السياسية المختلفة، كافة
الأحزاب والمجموعات السياسية وإلى جانبها الشرائح المختلفة من المجتمع الإيراني أعلنت استعدادها لدعم القرارات التي تتخذ على المستويات العالية لإدارة بلاد خلال هذه الفترة، وهم يحمون القيادة الإيرانية والنظام الإيراني والمؤسسات التي باتت الآن معنية بإدارة البلاد مباشرة خلال هذه الفترة، وخاصة اللجنة الثلاثية المتكونة من نائب الرئيس الإيراني السابق محمد مخبر ورئيس البرلمان الإيراني ورئيس السلطة القضائية. لأننا نتحدث عن رئيس استشهد وهو أنجز خلال فترة قصيرة، نتحدث عن أقل من 3 سنوات، إنجازات مهمة وتاريخية في سياسة إيران الخارجية، قاد عملية مصالحة كبيرة ما بين إيران والسعودية برعاية صينية، تمكن من انضمام إيران إلى تكتل بريكس، أدخل إيران في منظمة شانغهاي، وأيضا المفاوضات ما بين إيران ودول عربية مهمة كانت حاضرة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وكذلك وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان. تلك المفاوضات شهدت تقدما مهما في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، حضور وزير خارجية مصر، الحضور الخليجي الكبير في هذه المراسم إلى جانب حلفاء إيران إلى جانب قوى المقاومة، كل هذه الأمور تعكس مدى الجهود التي بذلت من قبل هذه الإدارة وبالتحديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير خارجيته الذي ترك أثارا كبيرا في سياسة إيران الخارجية، من أجل أولا تحييد الضغوط الأمريكية، تحييد العقوبات الأمريكية، إفشال العقوبات الأمريكية، وكذلك إحياء العلاقات التي كانت منقطعة لسنوات عديدة ما بين إيران وعدة دول عربية مهمة على رأسها السعودية ومصر ودول عربية أخرى. كل هذه الأمور تشير إلى أن سياسة إيران ستبقى مستمرة، إيران الرسمية ستبقى ملتزمة بما كان قد التزم به إبراهيم رئيسي على مستوى سياسة إيران الخارجية، وهذا ما أكد له قائد الثورة الإسلامية عقب مجرد ساعات من إعلان خبر سقوط مروحية الرئيس الإيراني وليس استشهاده، بأنه لن يكون هناك أي خلل أو أي تقصير في عملية إدارة البلد، وأنها لن تتأثر بمثل هذه الحوادث مهما كانت صعبة وموجعة وكبيرة. شكرا جزيلا لك من طهران مراسل المدينة سياوش فلاح بور. انتقد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودينا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الإيرانيين انتصروا نتيجة رحيل رئيسي، ووصفها بأنها وقحة وغير إنسانية. فولودينا عبر حسابه في تليجرام رأى أنه لا يمكن أن يقول مثل هذا الشيء إلا ممثل النظام الذي يعيش بالمعنى الكامل لتفرده، مشددا على أن الموقف الفضل بلينكين سبب غضبا متزايدا بين مواطني البلدان الأخرى، وأشار إلى أنه بسبب سياسات واشنطن فإن كلمة أمريكي ستصبح قريبا قذرة في جميع أنحاء العالم. وكان أنتوني بلينكين قد رأى أن الشعب الإيراني أصبح في وضع أفضل إثر وفاة الرئيس الرئيسي على حد تعبيره. كلام بلينكين جاء خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وردا على سؤال السيناتور تيدي كروز حول التعازي الرسمية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى طهران، قال: نحن بالتأكيد لسنا حزينين على وفاته. بلينكين الذي أدلى بهذا التصريح كان قد وصفه نشطاء من بلاده بأنه مجرم حرب منددين بدوره في تعزيز الإبادة الجماعية في غزة. جاء ذلك أثناء دخوله إلى قاعة الكونغرس حيث هاجمه نشطاء أمريكيون، وقد قامت الشرطة باعتقال عدد منهم وإخراجهم بالقوة من قاعات خارج الكونغرس. والآن إلى تطورات العدوان على غزة. نشرت كتاب القسام فيديو يتناول قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال أساف همامي، حيث أعلنت أنه تم أسره في 7 أكتوبر وأنه تعرض للإصابة خلال عملية أسره. وقد حمل الفيديو عنوان قيادة تترك جيشها في الأسرة، ما مصير اللواء أساف همامي؟ وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت مقتل همامي وأقامت له جنازة عسكرية رمزية. Thank you.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. مرحبا بك ناصر. بداية، ماذا يعني أن يتم الإعلان بأن قائد اللواء أو لواء الجنوب في فرقة غزة هو في أسر لدى المقاومة؟ ماذا تعني هذه الرتبة ومن يكون أسف همامي؟ رتبة عالية، على رتبة في الجيش الإسرائيلي أحمد، هو قائد الفرقة هناك أساف حمامي. هذا يدل على أنه الاستخبارات الإسرائيلية لا تزال لا تعرف شيء، وأنه الفشل الاستخباري يوم 7 أكتوبر المستمر بعد كل هذه الشهور، أكثر من 230 يوم، لا أحد يصدق الآن ناطق بلسان الجيش أو نتنياهو حين يتحدث عن أي حقائق حول غزة. لا يعرفون شيء عن الأسرى، كانوا أحياء أو أموات، أين هم وماذا يفعلون. بالمقابل، في الساعة الماضية نشرت وسائل الإعلام العبرية تقول حرفيا نواجه قتالا غير مسبوق في تبانيا، جرأة لم نشاهدها من قبل عند المقاتل الفلسطيني، وقد دفعوا بلواء نتسح يهودا، وهي اللواء الذي كانت أمريكا فرضت عليه عقوبات لخرقه حقوق الإنسان وتنكيله بالمدنيين الفلسطينيين، ودفعوا به اللواء الرابع إلى هناك على أمل أن يغير في معادلة القتال على الأرض. أنا أقول بأنه في 24 ساعة الماضية ما أشاهده ما أتابعه عبر التلفزيون الإسرائيلي لا يشبه شيء إلا يوم 7 أكتوبر. هذا انقلاب كبير في المشهد، وخصوصا موضوع الفيديو للأسيرات الأربع في غزة. الغضب عارم شامل، وقيل في استوديوهات التلفزيون الإسرائيلي لا نريد أن نسمع من نتنياهو مرة أخرى سوى كلمة واحدة: أوقف الحرب. إذا كانت حماس تريد إيقاف الحرب ثمنا لهؤلاء الأسرى فلتتوقف الحرب. شارك في ذلك ليس أهالي الأسرى فقط، وإنما جنرالات في الجيش والاحتياط ومحللين سياسيين وإعلاميين، بأنه الحديث عن الحرب وكأنها شيء مقدس عند الإسرائيليين، هذا تلاعب بالعناوين. الشيء المقدس هو استعادة الأسرى، وهناك هجمة مضادة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية ضد نتنياهو وحكومته، ما استرعى أن يدعو الكابينيت للاجتماع الساعة 9 ليلا. وفي صباح اليوم كانت العناوين: وفد إسرائيلي يذهب لتحريك المفاوضات، والجميع يعترف بأنه الكرة ملعب حماس والكرة في ملعب غزة، وهم الذين يقررون إذا يوافقوا أو لا. والجميع في إسرائيل بدأ الاستعداد بأن يرضخ لبند وقف الحرب. هناك من تذاكى وقال: ندعي أننا وقفنا الحرب ثم نعود للقتال، ولكن هذا إسفاف في النقاش وجهالة في السياسة. هناك مرحلة جديدة تدخلها الحرب وتدخلها المفاوضات، عنوانها أن الإسرائيليين أعطوا حكومتهم وأعطوا نتنياهو أكثر مما يستحق من وقت وجهد ودعم عسكري وتجنيد، وبالمقابل لم يحصلوا على أي شيء سوى أن الأسرى يموتون. طب ماذا في سر التوقيت ناصر؟ يعني لماذا اختارت المقاومة أن تفرج عن هذا الفيديو وعن هذه المعلومة عن أسفها همامي في هذا التوقيت بالتحديد؟ هل يمكن أن يشكل ضغط إضافي كونه لا نتحدث هنا عن جندي أو مستوطن وإنما عن لواء؟ اسمع، سمعت في التلفزيون الإسرائيلي عبارة لأحد الجنرالات يقول: ليقول الإسرائيليين ما يقولون، لكن من يمسك بالمجوهرات هو سنوار، أي من يمسك بورقة الأسرى. هذا الكشف من جانب كتاب القسام هو جهد عسكري، بمعنى أنه رسالة موجهة للجنرالات ولقادة الجيش، للضباط في الجيش الإسرائيلي، أنه هذا ضابطكم واعتقدوا أنه ميت ولم يبحث عنه أحد. وهي رسالة موجهة للعسكريين وللجنود وللجيش وليس للمدنيين. هذا يحرج الجيش ويحرج الجنرالات. سمعت في الساعات الماضية عبارات لم أسمعها أبدا من قبل، قال أحد الجنرالات لأهالي الأسرى الإسرائيليين: أنا أخجل أنني أرتدي هذه الرتبة أمامكم. وهذا كلام قاسي في وضع مقلب جدا ما بين الجيش، قادة الجيش، وما بين نتنياهو واليمين،
واضح أنه هذه بداية ململة من جنرالات الجيش ضد بن جبير وسموتريتش وتحكمهما بنتنياهو، لدرجة أنه قيل أنه وزراء في الكابينيت رفضوا مشاهدة فيديو الأسيرات حين سئل من على رأسهم سموتريتش وبن جبير، وهذا أثار غضب عارم جدا جدا أنه وزراء يرفضوا أن يشاهدوا مجنداتهم وبناتهم وهن في قبضة الأسر في قبضة حماس. هذا أثار غضب كبير جدا، وخصوصا عند الرتب العسكرية وعند الجيش. أعتقد والأمر في أول 24 ساعة بعد الفيديو نحن أمام انقلاب كبير في المشهد، وأن نتنياهو مع الولايات المتحدة الأمريكية سيحاولون الضغط مرة أخرى من أجل إتمام صفقة التبادل، لكن هم يعرفون بأنه لا ينطلي على سنوار من طلع على غيره، وأنه سيبقي الأوراق الثمينة بيده، وعلى إسرائيل أن تختار إما أن تبقى الحالة كهذه وإما أن ترضخ لمطالب السنوار. بالمناسبة حين قيل في الاستوديوهات مثلا قناة 12 استمرار الحرب، قال لهم أي حرب؟ عن أي حرب تتحدث؟ وما هي هذه الحرب التي لا بداية ولا نهاية لها سوى الخسارات؟ هكذا كان الرد من المحللين على من يدافع من مكتب نتنياهو. إذن نحن أمام مشهد جديد، واضح أن حماس تقرأ المجتمع الإسرائيلي جيد ولا تجيد العبرية فحسب، طريقة تفكير الإسرائيليين تتابعهم بأدق الجزيئات وتتابع ما الذي يحدث في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم. أعلن كتاب القسام تفجير فتحة نفق فخخت مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في بيت حنون شمال قطاع غزة. كتاب القسام أعلنت أيضا استهداف 3 دبابات ميركافا في مخيم جباليا شمال القطاع، ودك جنود وآليات الاحتلال في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح بقذائف الهاون. الإعلام الإسرائيلي كان قد أعلن عن مقتل 3 جنود إسرائيليين في حادثين قاسيين في غزة، وقال أن الأول حدث بعد انفجار عبوة بقوة إسرائيلية، والثاني كان نتيجة عملية قتل فيها نائب قائد السرية. كتاب القسام وزعت مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين من بينهم ضابط في شمال بيت حنون شمال قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا تموضعا لصيانة آليات العدو شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع 107، كما قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي AR-60 الحشود العسكرية والآليات المتوغلة في جنوب شرق رفح وجنود الاحتلال شرق مخيم جباليا. سرايا القدس لواء رفح
تدك الحشودات الصهيونية شرق المدينة بقذائف هاون الستين. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. وفي اليوم 33 بعد المئة ارتكب جيش الاحتلال المزيد من المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا غالبيتهم من الأطفال في غارات على وسط قطاع غزة. وقد ارتقى 10 شهداء على الأقل بينهم أطفال نتيجة استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الشامي في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد فاطمة الزهراء الذي يؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن حصيلة العدوان باتت 35,800 والجرحى أصبحوا أكثر من 80,000. وللإطلاع أكثر على مجمل تفاصيل الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ينضم إلينا من رفح مراسل المدينة أحمد غانم. مرحبا بك أحمد ويعطيك العافية عن آخر تطورات الأوضاع سواء في رفح أو في شمال القطاع، تفضل. أحمد، العدوان الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة، مختلف المناطق يواصل الجيش الإسرائيلي عملية استهدافها سواء من الجو أو حتى بالقصف المدفعي العنيف. في رفح جنوب قطاع غزة شهدنا ليلة أيضا ساخنة ولكنها أقل سخونة من الليلة التي سبقتها عبر سلسلة من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على المنطقة الشرقية للمدينة ولا سيما أحياء السلام والتنور والشوكة مرورا بحي الجنينة بالإضافة إلى مخيم البرازيل على الحدود المصرية الفلسطينية. كان هناك عملية تقدم شبه محدودة للآليات الإسرائيلية باتجاه محيط بوابة صلاح الدين غربا حيث سجل تقدم هذه الآليات ووصولها إلى مشارف مخيم يبنى للاجئين الفلسطينيين من الناحية الشرقية. وكذلك قامت الآليات الإسرائيلية التي تمركزت في محيط بوابة صلاح الدين بعمليات قصف مستمرة بالمدفعية لأحياء يبنى مخيم الشعوت وكذلك الشابورة مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين. هذا النهار في مدينة رفح شهدنا سلسلة واسعة من الغارات بالمدفعية أو سقوط عدد من القذائف المدفعية على مناطق وسط مدينة رفح. وصل عدد من الشهداء إلى المستشفى الكويتي في سلسلة غارات متفرقة وكذلك عدد آخر من المصابين إلى هذا المستشفى مرورا أيضا أحمد بطبعا رد المقاومة. المقاومة الفلسطينية أيضا هذا النهار قصفت تجمعات أو تحشدات الجيش الإسرائيلي سواء في محيط بوابة صلاح الدين أو حتى في محيط معبر رفح بوابل من قذائف الهاون. في خان يونس جنوب القطاع يتواصل القصف المدفعي على الأنحاء الشرقية للمدينة وكذلك في المنطقة الوسطى قبل قليل ارتقى ما يزيد على 6 شهداء في قصف استهدف الأطراف الشرقية لدير البلح. إذن 6 شهداء بحسب ما تردنا من معلومات. وكذلك أيضا أعلنت وزارة الداخلية استشهاد اللواء ضياء الشرفة وهو أحد المسؤولين في وزارة الداخلية أثناء جولة تفقدية له في منطقة السرايا وسط غزة. وهذه عملية الاغتيال طبعا نجم عنها أيضا فضلا عن استشهاد هذا اللواء إصابة 4 ضباط آخرين كانوا يقومون بمرافقته أثناء تفقد اللواء وقوات الأمن لمجريات الأوضاع في محيط منطقة السرايا، وهي تندرج في إطار جملة من عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل لعدد كبير من قيادات وأذرع الأمن هنا التابعة لحركة حماس هنا في قطاع غزة، وذلك من أجل إحداث حالة من البلبلة والفلتان. بحسب ما قالت وزارة الصحة فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 35,800 شهيد
شهيد وأكثر من 80,000 إصابة منذ 7 أكتوبر. وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 9 مجازر راح ضحيتها 91 شهيدا، إضافة إلى 210 إصابات خلال كما ذكرت 24 ساعة. وفي مدينة غزة تواصل القصف على المدينة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة راح ضحيته الليلة الماضية 5 شهداء، ومسجدا في حي الدرج راح ضحيته أيضا عدد من الشهداء والجرحى. ولكن يركز الجيش الإسرائيلي أحمد على استهداف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين. خلال 2 يوم ارتقى عدد كبير من الشهداء في سلسلة من الاستهدافات طالت مربعات سكنية، استهدفت مربع الهوجة وكذلك أيضا شارع المدارس أو ما يعرف بمدارس حمدان، بالإضافة إلى منطقة شارع السكة. أحرق الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المدارس، وأيضا ألحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي هناك، بل ودفع بأعداد كبيرة من المواطنين من سكان المخيم عنوة وتحت النار إلى مغادرة مخيم جباليا باتجاه المناطق الغربية. كان الجيش الإسرائيلي قد أوقف أو أخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد استهدافه هذا المستشفى بالمدفعية، وكذلك بعد 4 أيام من الحصار دفع الجيش الإسرائيلي بطاقم مستشفى العودة إلى مغادرة هذا المستشفى هو والطواقم الطبية. وبذلك يمكن القول بأن النظام الصحي في أقصى شمال القطاع قد انهار تماما. شكرا جزيلا لك من رفح جنوب قطاع غزة مراسل المدين أحمد غانم. شهد شمال قطاع غزة حالات نزوح واسعة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مراكز الإيواء والمستشفيات. من شمال غزة محمود العوضية. يشهد شمال قطاع غزة في هذه اللحظات عمليات نزوح كبيرة من المواطنين بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات في شمال قطاع غزة. مستشفى العودة بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي تم إخلاءها وإفراغها من الكوادر الطبية ومن النازحين من شمال قطاع غزة. أيضا مستشفى الشهيد كمال عدوان أيضا كانت عرضة لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وقناصته في شمال قطاع غزة. مستشفى اليمن السعيد أيضا تم نزوح الناس من داخله. المدارس، الناس في بيوتها نزحوا تحت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وقصف طائراته لمنازل المواطنين والآمنين. في هذه اللحظات هنا على أطراف شمال قطاع غزة تحديدا على مفترق أبو شرخ، ويبعد الاحتلال الإسرائيلي مئات الأمتار القليلة عن هذا المكان تحديدا في معسكر جباليا. ينزح الناس من هذا المكان تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق غرب غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين هذه الناس بدها تروح؟ وين هالناس بدها تروح؟ وين؟ وين بكفة عاد؟ والله العظيم بكفة، والله استوينا، اي والله هلكونا هلك. وين بدهم يروح الناس؟ وين فيش؟ اغلب الناس كلها بتضلها في الشوارع، اغلب الناس اللي في جبالها طلعت من جبالها قاعد في اخر الجلاء، كل ما اغلبهم يضلوا في الشوارع طول النهار. انا هذا اللي قدامكم سنه ما شافش اولاده، سنه انحرمت من الولاد. مين كان يحلم يشوف اولاده سنه ما شفتهمش. نزح سببها جيش الاحتلال، اي سبب النزوح اللي صار بقولوا بتقدموا قوات من مدينه الشيخ زايد واحنا شردنا. احنا صامدين من اول حرب في الشمال، ضرب علينا قذايف في المدرسة في المدارس وشردونا وشردوا اللي هو البنات والنسوين واللي فيهم مرضى وفيهم على الكراريس، لا قادر الناس تمشي ولا قادر لها مأوى. وطبعا في بالنسبة للأكل والشرب كسبت أغراضها في المدارس وشردت من كثر القذايف والإصابات وفي الشوارع والشهداء في الشوارع مرمية. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. إلى جنوب لبنان، حيث اندلعت حرائق كبيرة في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بسبب صلية من صواريخ المقاومة أطلقت من لبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت عن استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في قاعدة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق، واستهداف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة إليت بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا، كما أعلنت استهداف التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي المطل والراهب. ومن جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل المدينة علي الأحمر. مرحبا بك علي ويعطيك العافية. ماذا في آخر تطورات الأوضاع الميدانية على الجبهة الجنوبية للبنان والأخبار تتوارد عن صافرات الإنذار بين الفينة والأخرى؟ صحيح أحمد، يعني سمعنا الآن منذ قليل صفرات الإنذار تدوي في كامل مستوطنات ومواقع أصبع الجليل. هي دوت يعني لمرات
عدة سمعنا هذا الدوي قبلها بلحظات، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف بشن غارات على بلدة مركبة، إضافة إلى نتحدث غارة استهدفت الطريق بين بلدة العديسة وكفر كلا، أو هي بالأحرى في المنطقة التي تقع في بلدة العديسة. يعني هي الجبهة ما زالت مشتعلة حتى الآن للمرة الثانية منذ في هذا اليوم، تدوي صفارات الإنذار في الجليل، في أصبع الجليل، خشية تسلل طائرات إنذار. صواريخ المقاومة استهدفت عدة مواقع في على طول الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة. المقاومة قامت حتى الآن أو أعلنت عن تنفيذها لستة عمليات ضد مواقع الاحتلال. آخر عملية يعني أعلنتها المقاومة استهداف دبابة ميركافا بعد رصدها ومتابعتها في حرش شتولة، جرى استهدافها أثناء التحرك. هي هذه الدبابة يعني بعد هي مسؤولة عن الاعتداءات الإسرائيلية أيضا على جنوب لبنان. بيان المقاومة قال إنه جرى استهداف هذه الدبابة وإصابتها إصابة مباشرة مع وتدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. أيضا المقاومة ردت على الاعتداء الإسرائيلي الذي حدث صباح اليوم واستهدف سيارة على طريق كفر دجال النبطية، ردت بعمليتين ضد مواقع الاحتلال، استهدفت يعني مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما استهدفت المقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 796 في قاعدة بيت هلل أيضا بعشرات صواريخ الكاتيوشا. المقاومة أيضا استهدفت يعني التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وأيضا في موقع المطلة. وقد شاهدنا يعني خلال اليوم النيران وهي تندلع بشكل، رأيناها من هنا من الأراضي اللبنانية، النيران استمرت في الاندلاع أكثر من ساعتين أو 3 ساعات. ربما هي كانت الأحراش تحترق في موقع المطلة تحديدا، رصدنا هذه النيران وهذا الاشتعال من بعد إعلان المقاومة أيضا أنها قامت بهذه العملية. أيضا الإعلام الإسرائيلي تحدث عن اندلاع نيران بكثرة في الجليل أعلى وفي أصبع الجليل، وتحدث عن سقوط عشرات الصواريخ واندلاع النيران في كريات شمونة وسهل الحولة. أيضا بالنسبة إلى الغارات الإسرائيلية أو الاعتداءات الإسرائيلية، فقد شن الاحتلال غارات استهدفت كوكبة وكما تحدثت يعني منذ قليل المنطقة بين العديسي وكفر كلا، إضافة إلى إعلان في سياق آخر أعلن حزب الله عن ارتقاء شهيد يعني في على طريق القدس وهو الشهيد محمد فران. هذه آخر التطورات هنا على جبهة الإسناد اللبنانية. عودة إليك أحمد. شكرا جزيلا لك علي الأحمر مراسل المدينة، كنت معنا من جنوب لبنان على كل هذه المعلومات. في جبهة الإسناد العراقية أعلنت المقاومة الإسلامية شن هجوم صاروخي استهدفت به ميناء حيفا. بيان صادر عن المقاومة أشار إلى قصف أهداف حيوية في ميناء حيفا بواسطة صواريخ من نوع الأرقب ردا على المجازر الإسرائيلية، فيما أشارت مصادر المدينة لأن الهجوم استهدف محطة كهرباء وخزانات غاز في المدينة. كذلك أعلنت المقاومة العراقية أن قصفت بالطيران المسير هدفا عسكريا في الجولان المحتل. وللتعليق على هذا الأمر ينضم إلينا من بغداد مدير مكتب المدينة عبد الله بدران. مرحبا بك عبد الله. إذن صواريخ كروز المطور الأرقب وكذلك طائرات مسيرة، يعني مروحة من نوعيات مختلفة من الأسلحة تستخدمها المقاومة العراقية في دك وقصف مواقع عسكرية إسرائيلية ومنشآت حيوية داخل فلسطين المحتلة، ما دلالات هذا الموضوع؟ تحية لك أحمد والمشاهدين. بالفعل هي مرحلة جديدة كما وصفتها المقاومة الإسلامية في العراق في حديث سابق للميادين، هي أعلنت أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة وأسمتها مرحلة الأرفد. شهدت هذه المرحلة طبعا إدخال صواريخ جديدة أو مسيرات جديدة
وأسلحة جديدة لم يعلن بعد حتى الآن عن أسمائها أو مواصفاتها، لكن علمنا أن طائرة الأرفد هي ما افتتحت بها المقاومة الإسلامية في العراق هذه المرحلة واستخدمتها، وهي طائرة تتمكن من التسلل ولديها إمكانيات التسلل السريع مع قدرات ومرونة في الحركة للوصول إلى الأهداف. بالنسبة لطائرة الأرفد هناك طائرة أخرى أيضا تم استخدامها، لم يتم الإعلان بعد عن اسمها أو عن صفاتها، أيضا استخدمت في دك أهداف في الداخل المحتل. كذلك لوحظ في مرحلة الأرفد استخدام بكثافة لصواريخ كروز المطورة، وهي صاروخ الأرقب الذي اعتمدته المقاومة الإسلامية في العراق لتنفيذ أهداف في داخل العمق المحتل ضمن عملية المؤازرة والإسناد وعمليات التصعيد التي تنسق فيها المقاومة الإسلامية في العراق مع حلفائها على طول خط دول وفصائل المقاومة في عملية الانخراط في طوفان الأقصى. وتاليا فإن المقاومة الإسلامية في العراق طالما اعتمدت على كثافة باستخدام الصواريخ، صواريخ كروز المطورة، وكذلك على إدخال أسلحة جديدة في هذه المرحلة، طبعا نتحدث عن إعلان رسمي عن استخدام طائرة الأرفد الانقضاضية، وعندما يتم الإعلان عن سلاح بطبيعة الحال فإن ذلك يعني أن هناك سلاحا آخر لم يتم الإعلان عنه، ما تم الإعلان عنه هو السلاح الذي تم استخدامه، لكن بالتأكيد ذلك يعني أن المقاومة الإسلامية في العراق لديها أسلحة أخرى لم تعلن عنها وأسلحة متطورة أيضا أكثر لم تستخدمها أو تدخلها الميدان، وتنتظر طبعا حسب تطورات المشهد والميدان وما تقرره عند الاستخدام. شكرا جزيلا لك من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران على هذه المعلومات. في اليمن أعلن قائد حركة أنصار الأسد عبد الملك الحوثي أن إحدى العمليات التي شنتها القوات المسلحة اليمنية نفذت باتجاه البحر المتوسط، إضافة إلى 8 عمليات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي. الحوثي أكد الاستمرار في تطوير عمليات مهاجمة الأهداف الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية بالتنسيق مع المقاومة العراقية. الأمريكي يحاول أن يبذل جهده في إعاقة المرحلة الرابعة ويشتغل بالكثير من الأحزمة والأنشطة التي يقوم بها، ينشر الكثير من الطائرات التي يهدف من خلالها إلى اعتراض وإعاقة عمليات القصف، ويفعل الكثير ولكنه سيفشل. نحن بحمد الله في عملية تطوير مستمر، وكذلك تنسيقنا مع الإخوة في العراق سيكون له أيضا إسهام إضافي مع الإخوة المجاهدين هناك. وفي نفس الوقت عملياتنا المباشرة من الأراضي اليمنية سيكون لها تأثير كبير بإذن الله، هناك بشائر قادمة في هذا الجانب، وستشهد إن شاء الله الزخم العظيم والكبير والمؤثر كما هو الحال بالنسبة للبحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، كذلك في خليج عدن وباب المندب. إلى الضفة الغربية، حيث انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر يومين وأسفر عن ارتقاء 12 شهيدا ودمار كبير في البنية التحتية. وقد شيع أهالي جنين جثمان أحد الشهداء الذين ارتقوا إثر عدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها، فيما أعلن عن إضراب عام في المدينة حدادا على الشهداء. بداية نحن في كتيبة جنين أعددنا العدة لمقاومة هذا المحتل، واسمينا عملية أسوار الموت لمقاومة هذا المحتل، لأننا على يقظة وأننا يقينين بأن النصر بيد المقاومين في مخيم جنين وفي مدينة جنين. يحتمل اجتياحات يعني السابقة، وبالأخص هذا يعني التوغل أو الاجتياح كان فاشل بنسبة 100%. هم لم يقتلوا أو يقتالوا سوى المدنيين، الأطباء والمعلمين والطلاب بالمدارس، وهذا الاحتلال لم يستقوي سوى على البنية التحتية، ظن منه أنه يستطيع يعني تطويع أو إخافة الحاضنة الشعبية. إخواننا في غزة رحم الله شهداءهم، وفي النهاية ستقف الحرب، لكن المشكلة الحقيقية ستكمن في الضفة الغربية. الجانب الإسرائيلي لديه مطامع كبيرة في الضفة الغربية، لن يبقي أحد على حاله، هو متسلط على الشعب ومتسلط حتى لو اعتبرت السلطة الفلسطينية باتفاقية أوسلو هي اتفاق دولي، إلا أنه لا يرغب في وجودها وهذا شيء مؤكد.
العدوان كان قد أدى إلى كذلك إلى دمار كبير في البنية التحتية، وسجل آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعا في حصيلة الشهداء إلى 12 بينهم 4 طلاب ومدرس وطبيب بعد استشهاد جريح كان قد أصيب خلال العدوان الإسرائيلي صباح اليوم. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها أمس الأول، وقد دفعت بأكثر من 2000 جندي من عناصرها. وخلال العدوان خاضت فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وأكدت أنها أوقعت إصابات في صفوفها. أبني الشوارع البنى التحتية كله دمر بمخيم جنين، وهي بجوز المرة الرابعة أو الخامسة اللي بتعرض لها مركز الشباب الاجتماعي. طبعا باقي مؤسسات المخيم العاملة في داخل المخيم كمان برضو تعرضت لنفس التدمير، وهذا شيء يعني بيستهدف الحياة داخل المخيم. يعني حتى المركز الصحي الوحيد في مخيم جنين تعرض برضو كمان للدمار ولتدمير الأدوية الموجودة داخل المؤسسة هاي. المركز اليوم يعني خلينا نقول واحد من المؤسسات الموجودة في المخيم اللي خرجت فعلا عن الخدمة. ختام النشرة، لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. ألقاكم على خير.